اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله. وقلت لكم فقره مهمه جدا، لان فقره الاعلام والصحافه ليها تفاصيل كده معينه في اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها، سواء دوري ابطال افريقيا، قرارات لجنه الانضباط، قرعه الانديه الافريقيه غدا، دوري الابطال والكونفدراليه، والمواجهه اللي هيواجهها الاهلي في دور الثمانيه، كمان اجتماعات مهمه جدا كانت للفيفا والكاف، تقنيه الفار بالنسبه للدوري المصري خلال الفتره الجايه. في تفاصيل كتيره جدا بالتاكيد محتاجين نتكلم فيها ونسمع الكواليس والاسرار والمعلومات اللي بالتاكيد هتكون جديده على كل مشاهدي قناه الاهلي وكل من يتابعنا في هذه اللحظات، مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ احمد عويس. ابو حميد منور الدنيا واهلا بيك. ربنا يخليك يا محمد، وسعيدنا انا موجود معاك على قناه النادي الاهلي، قناه بيتنا بالتاكيد. بيتنا بالظبط كده. طيب قبل ما ادخل معاك في التفاصيل، معايا طبعا خبر مهم جدا نشر منذ قليل على الموقع الرسمي للنادي الاهلي. آل الشيخ يكافئ لاعب الاهلي بعد التاهل الافريقي، والخطيب يثمن مسندته للفريق. حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي على التواصل مع مسؤولي النادي، وهنأ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة على تأهل فريق الكرة إلى دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا. جاءت تهنئة آل الشيخ على الرغم من الظروف الصحية التي يمر بها وخضوعه لأكثر من جراحة دقيقة في أمريكا خلال الفترة الماضية. وأكد الرئيس الشرفي للنادي تقديره للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في المباريات السابقة، وحرصا منه على الاستمرار في مساندة الفريق قرر منح الجهاز الفني واللاعبين مكافأة إجادة التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة وإسعاد جماهير النادي الأهلي بإحراز اللقب الإفريقي القاري. ومن جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن تسمين إدارة النادي لمساندة المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه الدائم بمسيرة فريق الكرة على الرغم من متاعبه الصحية، وتمنى له تمام الشفاء والعودة إلى وطنه ومحبيه. خبر كان مهم جدا نشر منذ قليل عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي بعد مباراة الهلال السوداني وتأهل الفريق الطبيعي إن شاء الله إلى مرحلة الدور ربع النهائي. طيب أبو حميد، تأهل الأهلي للدور ربع النهائي والقرعة غدا إن شاء الله، سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية، والمواجهة المنتظرة سواء مازيمبي الترجي أو سان داونز. مش هبدأ من أحداث بكرة أو اللي هنشوفه بكرة في القرعة، لكن شفت إزاي التعامل الإعلامي بعد مباراة الأهلي والهلال وتأهل الأهلي بعد التعادل الإيجابي هناك في السودان؟ طيب خلينا بس الاول نبارك لنجمي النادي الاهلي محمد الشناوي وعلي معلول، افضل حارس مرمى وافضل محترف، امبارح حصلوا عليهم في حفله اللي حضرناها، حفله رابطه نقاط الرياضيين، كانت حفله الحقيقه مزبوط رائعه، فبنبارك ليهم وبنقول للاصدقاء في رابطه نقاط الاستاذ حسن خلف الله ومجموعه الاصدقاء احمد دياب وسيف والمجموعه اللي ساندت الرابطه اللي عملوا الاحتفاليه، بنقول لهم حاجه تليق بالصحافه الرياضيه المصريه، بما ان انا صحفي فمبسوط من الحفله واتمنى ان الموضوع يكمل على كده بعد كده على طول. انت كنت موجود يا محمد، حاجه اسعدتنا. خلينا نروح للاهلي. احنا قلنا هنا كذا مره انه اللي عايز ياخد بطوله بيكسب بره ويكسب جوه، وقلنا مزبوط. ان احنا السنه اللي فاتت وكنا صاعدين اول مجموعه ولعبنا المباراه الاولى في مع سان داونز في جنوب افريقيا وكانت نتيجه غير مرضيه تماما. المباراه يعني سان داونز في الدور اللي بعده في السيمي فاينال لعب الوداد المباراه الاولى في المغرب وخسر 1-0، والوداد تعادل 0-0 في جنوب افريقيا ووصل للدور النهائي، والوداد اقصى سان داونز وقتها بنتيجه 1-0، يعني ما كانتش حتى النتيجه كبيره. فانت لما بتلعب على ارضك المباراه الاولى ممكن تكون عامل ترجيح وممكن تكون عامل مش ترجيح، فانت لو عملت نتيجه ايجابيه بتكسر الفريق اللي قدامك بيلعب مباراه العوده، وهو زي ما الاهلي كده لعب مباراه العوده قدام سان داونز رغم حضور 70,000 في برج العرب، ولكن كانت الناس كلها عارفه ان النتيجه شبه محسومه لسان داونز. مظبوط. نروح بقى للثلاث فرق اللي احنا لعبهم، الثلاث فرق اللي فوق زي الثلاث يعني الثلاث فرق اللي تحت، الزمالك والرجاء والفريق الثالث الوداد. الثلاث فرق اللي فوق سان داونز ومازيمبي والترجي. هل في فريق من اللي فوق اقوى من فريق السته؟ يعني تضحك ليه؟ طيب ماشي يعني عديها. البطوله قويه، دخلت مباراه قويه. انت بتتكلم على الثمان فرق اللي وصلوا دور الثمانيه عاملين 29 لقب. تمام. فيهم سبع فرق شاركوا في كاس العالم للانديه. فالحقيقه هي بطوله المره دي هي البطوله الاقوى في تاريخ دوري ابطال افريقيا. ده حقيقي. انا لو تسالني عايز الاهلي يلعب مين، انا عايز الاهلي يلعب سان داونز.
انت فريق بطل لازم تاخد الريسك ولازم تلعب الفريق اللي طلعك السنه اللي فاتت، عشان وانا ان شاء الله ان شاء الله متاكد ان الاهلي لو لعب سان داونز هيطلعه وهيكمل طريقه في البطوله، لان يعني ما اعتقدش ان في فريق طلع الاهلي مرتين ورا بعض، ما حسيتش في تاريخ الاهلي انه خسر مرتين ورا بعض من فريق في بطوله واحده في بطولتين ورا بعض. فاعتقد انه الاهلي قادر على انه لو لعب سان داونز هيقصيه وهيحقق فوز كبير هنا في القاهره، لان اللعيبه عندها الدوافع والجمهور عنده الدوافع. بس بقى خلينا نروح لموضوع الجمهور. ما ينفعش انت تروح تلعب كل مبارياتك خارج ارضك وسط حضور جماهيري بالمشهد يصل ل 50 60 الف بالظبط، وانت تلعب هنا وسط 7 8 متفرجين. الحقيقه ما ينفعش. احنا لعبنا كاس الامم الافريقيه في حضور جماهيري كبير جدا في كل الملاعب، في القاهره، في الدفاع الجوي، في السلام، في السويس، في اسكندريه، في الاسماعيليه، حضور جماهيري كامل العدد. لما نيجي نلعب الاهلي او الزمالك في دوري ابطال افريقيا لازم مبارياتهم تبقى كامل العدد، ولازم المباريات تبقى في استاد القاهره، ولازم استاد القاهره موضوع الغلق والقفل بتاع الشتاء والصيف ده الحقيقه بالنسبه لنا مش حقيقة حاجه يعني بعد ما قالوا ان احنا غيرنا النجيله وهتبقى زي اولد ترافيك زي ما الراجل اللي عمل النجيله قال وعملنا حاجات غريبه كده والنجيله بقت رائعه، فجاه قالوا اصل هيتقفل 3 شهور في الصيف و3 شهور في تخيل لو الاستاد ده بتاع نادي يعني. لو تخيل حاجه ثانيه كمان بقى مهمه، تخيل انت الاتحاد الافريقي ما غيرش وجهه نظره في موضوع ملف النهائي يبقى فين، وقال لك استاد القاهره ولا هيستضيف النهائي، تخيل انت دي. طبعا، وهو لسه لحد دلوقتي الموضوع لم يحسم بعد، في كلام كتير فيه لسه لم يحسم بعد بالزبط. حتى الان ولو استاد القاهره مفتوح هيتلعب على استاد القاهره. بقى انت بس بتصدر رساله ان هو إن حتى لا لو أنا بيفكر مش هو حتى لو بيفكر أنا مش عايز. انا بقول لك انا مش عايز لانه مش هياخد استاد السلام ومش هياخد برج العرب، هو حدد الملاعب وهو حدد الملاعب، لو هياخد استاد القاهره، والحقيقه اعتقد ان الاقرب انه هيتلعب في جنوب افريقيا عشان هو ممكن يبقى ذهاب واياب. ما اعتقدش ان مفيش مكتب تنفيذ قريب يغير اللي يرجع القرار تاني، هم قلقانين من القرار، كل شيء وارد. طبعا انا عارف ان هم قلقانين من القرار وقلقانين من تنفيذه، ولكن مع اتحاد احمد اللي هو خلاص على حسب كلام انفنتينو ان هو خلاص يعني بنسبه مثلا دي. بنسبه 80% دي اخر سنه ليه يعني خلاص ده لو السنه كملت لا هتكمل، ولكن طبعا بعد خناقه فاطمه سموره واللي حصل المكتب التنفيذي والابعاد وبتاع اعتقد انه ممكن ما يكملش، وممكن ملفاته اللي كانوا يعني هيمشوه يعني خلاص يمشي والموضوع لا هتتفتح تاني، هنفتح الملف ده وهنتكلم فيه. لكن فكره اللي سادي تقفل دي انت بتصدر رساله مش ظريفه، وانت كانديه مصريه سواء الاهلي او الزمالك اللي عايز يفوز ببطوله لازم الحضور الجماهيري يكون 100%. انا عايز افهم يعني ايه انا اقفل الاستاد 6 شهور من السنه عشان صيانه؟ يعني هو بيتلعب عليه كام ماتش؟ مش الارضيات دي جت من بره؟ وتم استيرادها بحيث أيوة ان هي تبقى متاحه، والراجل اللي استوردها قال انها هتبقى زي اولد ترافيك، معرفش جاب اولد ترافيك منين بس هتبقى زي اولد ترافيك. بس الحقيقه انه لا لازم يشوف حل الموضوع لاستاد القاهره، يعني شريان يعني استاد القاهره هو البعبع في الانديه الافريقيه، بتسحب مني نقطه مهمه. طبعا انت بتسحب مني قوه، يعني استاد السلام مهما بلغت فتحت 20,000 او 23,000 على ما اعتقد، مش فاكر العدد بالظبط قد ايه، بس في الحقيقه في الاخر وبرج العرب مقفول عشان هتلعب فين؟ يعني انت بقيت يعني مجبر ان انت، وبعدين الماتش 28 فبراير الاهلي والزمالك هيلعبوا 28 او 29 فبراير الماتشين، فانت الماتشين في مده قريبه جدا، ولازم تبعت من دلوقتي تقول قبل 10 ايام وتحدد عشان ما تخشش في ازمه تاني مع الاتحاد الافريقي، ونبدا ندخل في ازمات تاني الملاعب. في الحقيقه اتمنى انه قرار غلق استاد القاهره ده قرار يكون يتم التراجع فيه، لانه فعلا الفرقتين محتاجين وجود استاد القاهره في المباريات القادمه سواء في سيمي فاينل او كوارتر فاينل او فاينل. طيب بما انك دخلت على القرعه واتكلمت على القرعه وقلت الفرق كلها في نفس المستوى سواء لعبت اول او تاني، الفرق كلها قويه، بل بالعكس يمكن لو انت طلعت اول وكنت واجهت الفرق الصف الثاني او التصنيف الثاني انت بتتكلم ديربيات كلها عربيه، سواء مواجهه متوقعه كانت اهلي وزمالك كانت طبعا مواجهه صعبه جدا وقويه جدا، الرجاء والوداد مواجهه ممكن مش هيلعبوا مع بعض لان الرجاء والوداد في نفس التصنيف، يا الرجاء يا الوداد اقصد انت كاهلي لو كنت طلعت اول كنت هتواجه يا الزمالك يا الرجاء يا الوداد. ففكره انك طلعت تاني وهتلاعب فرق افريقيه حتى لو منهم ترجي يعني فريق عربي ده افضل، انا مش بتكلم على مستوى الملعب على مستوى الكوره، انا وجهه نظري افضل طبعا افضل طبعا، لان انا بنظر لها من جميع النواحي، بيخفف عنك ضغوط الدربيات العربيه لان الدربيات طول الوقت مباراه شمال افريقيا بتبقى مزعجه جدا ومزعجه في التحكيم ومزعجه في الجماهير ومزعجه في كل حاجه، فاعتقد انه الدربيات يعني تلعب مع افريقيا اسهل دلوقتي، رغم ان احنا يعني بص ما بقتش في حاجه اسهل، ما احنا السنه اللي فاتت قلنا سان داونز افريقيا اسهل، ما بقاش الموضوع مش بالحسبه كده بقت كوره
يعني كورة، انت كويس على ارض الملعب هتكسب وتوصل، انت مش كويس خلاص. فاتمنى انه ايا كان الفريق، الفريق البطل مش فارق معاه هو هيلعب مين. لكن بتتوقع؟ اتمنى. تتمنى؟ طب توقعاتك؟ اترجي. انت مفيش حاجه بالبنين يعني. يا يمين يا شمال، مفيش حاجه في النص، مفيش حاجه وسط. تتمنى سان داونز لكن تتوقع الترجي. اتوقع ان مباريات الكوارتر فاينل الاهلي والترجي، النجم والرجاء، مازيمبي والوداد، والزمالك، ومين اللي فاضل؟ سان داونز. والزمالك وسان داونز. بتسجله عشان ارجع لك الاسبوع الجاي اشوفك التوقعات دي صح ولا لا؟ اكتبهم اكتبهم. ماشي اوكي. طيب نقطه ثانيه متعلقه بالاحداث اللي شارتها مباراه الهلال والاهلي وقرارات لجنه الانضباط النهارده، كنا متوقعين هتبقى في خلال 48 ساعه من ميعاد المباراه. شفتها ازاي؟ وهل قويه؟ هل جت في وقتها؟ هل التقارير بالفعل بناء عليها تم اتخاذ هذه القرارات؟ شفت الاحداث ازاي والكواليس كمان المتعلقه بقرارات لجنه الانضباط؟ والحقيقه نفس تقريبا نفس القرارات، لانه حصل قبل كده مع الاسماعيلي، بس الاسماعيلي تم استبعاده لان الماتش اتلغى، وبعدين في لما اتعمل التماس رجع. فالحقيقه قرارات متوقعه، انه والاسماعيلي كان خسران اصلا المباراه، فما كانش فارق ان الغائها من عدم الغائها. هي قرارات كانت متوقعه ان هي تبقى كده، زائد انه الحكم ما كتبش في تقريره. هو طول الوقت في احداث الشغب تقرير الحكم هو الفيصل في العقوبات. تقرير الحكم ما قالش انه لغى المباراه. المباراه لم تتوقف اكتر من ربع ساعه، لو توقفت اكتر من ربع ساعه فده كان دليل ان المباراه انه في شغب وفي الغاء. الحكم وقف 10 دقائق تقريبا ورجع للمباراه وما كتبش في تقريره اي حاجه. فاعتقد ان قرارات منطقيه، ولكن كنت اتمنى ان يكون اقوى من كده، لان حصل كان مرعب جدا يعني في الملعب. اقوى من كده؟ اتمنى، كنت اتمنى ان يكون اقوى من كده، بس في الاخر كلها كانت تبقى في اطار العقوبات يعني. بالظبط. يعني في الاخر ما فيهاش عقوبات انضباطيه. بالظبط. كلها عقوبات انضباطيه. بالظبط. طيب اداء الحكم المغربي رائع. ده اكثر من رائع. الحقيقه رضوان جيد كان حكم الحقيقه. اسمع على مسمى. الحقيقه اداؤه واثق من نفسه، واقف على رجله. هو الحقيقه كان في، بس انا وجهه نظري انه اللاعب اللي ضرب ايمن اشرف 3-4 مرات ورا بعض ده كان لازم يطرد، ولكن هو لو طرده كان الماتش باظ. بالظبط. كان طرده في الشوط الاول في الدقيقه 40 ولا حاجه، كان الماتش باظ. ولكن الحقيقه انه فوق الامتياز. ممتاز. وحتى بعد العوده من احداث الشغب وبتاع ما تاثرش. والحقيقه انه الكوره بتاعه الجول اللي اتلغى المساعد في الدقيقه 101 تقريبا، حكم المساعد هي واضحه يعني، هي واضحه، بس هو حكم جريء الحقيقه يعني. مصطفى اكركاد هو حكم حاجه يعني فوق الوصف الحقيقه. فالمباراه كانت رائعه، والحقيقه حتى جول الاهلي هم لعيبه الهلال رفعوا ايديهم، لانه كان في شك انه حسين متسلل عمل العرضيه، ولكن الحقيقه لما تعدت الكوره من كاميرا التسلل الحقيقه الكوره ما فيش حاجه خالص. فالحقيقه لا، طبعا تحكيم امتياز، وطالما افريقيا فيها حكام كده يا جماعه، هم فين يعني، هم فين يعني. احنا اخر مباراتين جوميز ورضوان جيد، الحقيقه الاثنين اجمل يعني، اقوى من بعض. واتمنى ان يكملوا المستوى التحكيم يكمل كده في البطوله. احنا مش عايزين في البطوله اكتر من كده. العدل، مش اكتر يعني، العدل. العدل لكل الفرق، العدل واللي يستحق يكسب، انما فرق بتكسب بحكام الموضوع صعب جدا. طيب ما استغربتش من كلام انفانتينو في ندوه التنميه في المغرب لما طلع يتكلم بكل صراحه وتخلى عن الدبلوماسيه وتحدث بحده شديده قدام اكتر من 100 عضو في الاتحاد الافريقي ومكتب تنفيذ رئيس الكونفدراليه، وقال لهم انا كرئيس الاتحاد الدولي سئمت من كثره الشكاوى اللي بتجي لي. الاتحاد الدولي زهق من كثر الحديث عن التحكيم الافريقي. الفتره الجايه في 20 حكم صفوه التحكيم في افريقيا، انا اللي هختارهم، والاتحاد الدولي هو اللي هيثقفهم، هو اللي هيطورهم، هو اللي هيصرف عليهم. ده مغزى ايه وشايفه ازاي؟ هو قال ده مش اول مره يقوله على فكره، قاله قبل كده لما كان في الكونغو في احتفاليه مازيمبي بمرور 50 سنه تقريبا على انشائه، بس اكد عليه في هذه المره. قاله قبل كده، وقال انه برضه هياخد 20 حكم وصفوه وهيشتغل عليهم. هو الحقيقه اصل التحكيم الافريقي يعني قضايا الفساد فيه كبيره جدا. يعني قضايا الفساد فيه ملهاش عدد يعني. فهو عنده حق، لانه لا لازم في وقفه مع التحكيم الافريقي، ولكن في مجموعه من الحكام الافارقه ممتازين يعني في يعني ادي حكم هو رضوان جيد ادار المباراه، وقبلها كان ادار مباراة اعتقد الاسماعيلي والاتحاد في البطوله العربيه. كان رائع الحقيقه، وحكم هادي وواقف على رجله ومرشح لكاس. لا الحكم رائع، واعتقد ان هو الكلام ده هيجبر الكاف على انه في المباريات اللي جايه الدنيا تبقى. بس سبق الصيف العزل، لان انفانتينو حدد ان من شهر مارس هيبدا يشتغل على ال 20، ال 20 ده هم اللي هيحكموا. اذا بالتالي ملف الحكام في الاتحاد الافريقي هيكون من خلال الفيفا،
ما هي كل حاجه في الاتحاد الافريقي كانت من خلال الفيفا. كانت يعني وطبعا انت احنا داخلين الكاف داخل في خناقه تانية مع الفيفا بعد خناقه استبعاد فاطمه سموره من الاداره الكاف المكتب التنفيذي. واعتقد انه ايام احمد احمد في الكاف اصبحت معدوده يعني ما اعتقدش انه هيكمل اكتر من كده لانه التحدي واضح. يعني جزء كبير من المكتب التنفيذي تضمنوا معاه في ابعاد فاطمه سموره عن الاتحاد الافريقي. ولكن الايام اللي جايه هتشهد ردود فعل اعتقد عنيفه من انفنتينو. وخلينا نقول انه انفنتينو لو عايز احمد يكمل هيكمل، لو مش عايزه يكمل مش هيكمل. والشخص اللي هيترشح في الفتره الجايه لو بدعم انفنتينو هينجح بنسبه 90%. انفنتينو هو اللي مشى عيسى حياته. يعني خلينا نكون واضحين، يعني جزء كبير من رحيل عيسى حياته وان جه احمد كان انفنتينو. فاعتقد انه انفنتينو هو اللي هيجيب رئيس الاتحاد الافريقي القادم، يعني هو اللي هيجيبه. ممكن تلاقي مفاجاه ان فاطمه سموره تستقيل وتبقى هي رئيس الاتحاد الافريقي، هي المرشحه. هي المرشحه طبعا. كانت مفاجاه لانفانتينو في المكتب التنفيذي لما لقى اعتراضات من عضو موريشيوس وبوركينا فاسو وكذا عضو تضامنوا مع بعض. طبعا كانت مفاجاه بالنسبه له. طبعا لانه هم اصلا الفيفا جدد، يعني الفيفا قبل قرار المكتب التنفيذي كان جدد مهام عمل فاطمه سموره لمده 6 شهور تانيين، فكان متوقع الكافي يعتمد. الكافي اعتمد، المكتب التنفيذي ما اعتمدش. فالحقيقه ده كانت مفاجاه. انفانتينو ساب الاجتماع وراح على المطار. بالظبط. كان عنده ندوه في بودابست امبارح في المجر. فمشي ما كملش الاجتماع. لانه كانت مفاجاه لينا. قبلها الفيفا قرر انه يمد عمل فاطمه سموره لمده 6 شهور او مده ثانيه، ولكن الكاف رفض ده واقر بان خلاص الاتحاد الافريقي هيمشي زي ما هو عايز. فاعتقد انه في الفتره اللي جايه هيبقى فيها شد وجذب كبير بين الكاف والفيفا. طيب اخد ملف التحكيم من هذه الجزئيات وهذه المشاكل، لو استقلوا بقى مع الفيفا تضمن شفافيه ونزاهه في البطولات اللي جايه؟ وده اللي كان عايزه النادي الاهلي طبعا، لان احنا محتاجين نتكلم مع الجمهور في الملفات دي، لان الجمهور جه في فترات يقول لك ما انت هتشتكي جشوى بندل بتسواني، ايه اللي هتستفيده؟ ما خلاص المباراه خلصت، ما خلاص مش عارف ايه. شكوتك لجنه القيم انفانتينو في حديثه قال لك احنا سئمنا في الاتحاد الدولي من كتر الشكاوى اللي بتجنن، فحركت جزء او عملت لا شكاوى من الكل عشان بس اقصد ايه اخر شكوى. طبعا الشكاوى يعني اخر شكوى لانه اصلا ما في، يعني انت في ماتش فيتا كلاب بطلع ماتش فيتا كلاب قدام الترجي، الراجل رايح يجيب جول في الدقيقه الاخيره من الوقت الضائع والحكم صفر عليه ورايح انفراد جابها ما جابهاش بقى دي. يعني انت بتتكلم على فيتا كلاب خد نقطتين والترجي خسر نقطه، ففيتا كلاب كمل ودخل في المنافسه، ولكن انت يعني قرار زي ده خرج فريق من البطوله او قضى على اماله في المنافسه لصالح فريق تاني. حاجات كتير بقى، طرد ايمن اشرف في خلى الاهلي لحد الدقيقه 115 في ماتش الهلال وهو مضغوط وعلى شفا حفره. الحاجات التفاصيل الصغيره دي سببها تحكيم. يعني لو في تحكيم، يعني لو رضوان جيد ده هو اللي بيحكم مباراه الاهلي والنجم، اول مباراه ما كانش الوضع اختلف تماما. يعني انت بتتكلم على حاله طرد الحقيقه ما يحسبهاش حكم مبتدئ. فالحقيقه اعتقد انه موضوع التحكيم انا شايفه ايجابي. اللي حصل ده في مصلحه الاهلي، لان الاهلي مش عايز غير انه ياخد حقه. لا اعتقد انه التحكيم بنسبه كبيره مش هيبقى فيه مشاكل في المباراه اللي جايه، انا اتوقع ده. نتمنى يعني نشوف دور الثمانيه. طيب التغيير اللي حصل في لجنه الحكام، يعني انا فوجئت امبارح جاي لي كلام من المغرب بالتشكيل الجديد للجنه. الورقه الرسميه نفسها المكتب التنفيذي كان اعتمادها بالتشكيل الجديد بالمناطق الجغرافيه للجنه الحكام. رئيسها من رواندا سيليستيان، 2 نواب من جنوب افريقيا جيروم دامون والمغربي يحيى حدقه. بعد كده الستة انت عارف حسب المناطق الجغرافيه عشان مساله المحاضرات وسط افريقيا وغرب افريقيا. غرب افريقيا متقسمه لA وB والجنوب والشمال، وفي الشمال كابتن عصام فتاح والحمد لله محتفظ بمكانه في هذه اللجنه. من وجهه نظرك هذا التعديل ممكن يكون له علاقه، ولا اللجنه مش هيبقى ليها دور لان خلاص الفيفا استقلت ب 20 هتشتغل عليهم، ولا التغيير ده كان سببه ايه لو عندك معلومه؟ التغيير سببه ان كل المشاكل اللي بتحصل في التحكيم، فهو بيحاول يوصل رساله الفيفا ان احنا برضو بنشتغل على ملف التحكيم وعايزين نغير احنا كمان، يعني مش انت لوحدك اللي شايف. لا احنا بنغير احنا كمان. فغير رئيس لجنه الحكام وجاب رئيس لجنه الحكام جديده وعمل تشكيلات جديده للمناطق وعمل غير في بعض الرؤساء وساب المجموعه الثانيه. فهو بيحاول يقول للفيفا لا مش انت انفنتينو اللي هتصلح لي التحكيم، انا اللي هصلحه. هي خناقه التحكيم هتبقى مطوله شويه بين الكاف. طيب فكره برضو ان سحب الصلاحيات من المكتب التنفيذي في احد الاقتراحات، وان السكرتير العام يكون ليه صلاحيات اكبر من المكتب التنفيذي الفتره الجايه، ده مقترح بس لسه الجمعيه العموميه هتناقشه يا لا في 30/6 اللي جايه. هو السكرتير العام ليه صلاحيات كتير في الـ في الـ في الـ في الاتحاد الافريقي ولكن المكتب التنفيذي ليه صلاحيات كبيره في اطار تنظيم البطولات، والسكرتير العام طول الوقت هو تنفيذي اكتر منه. في مقترح من انفانتينو ان يسحب جزء من الصلاحيات من المكتب التنفيذي ويبقى مع السكرتير العام. ما هو غالبا هو المقترح ده هو اللي خلاهم
قالوا طب مش يلا انت ولا هو بالظبط كده. فما اعتقدش انه هيمشي، لان المكتب التنفيذي في 19 عضو تقريبا فيهم كل الدول الافريقيه ومسيطرين تماما، فما اعتقدش ان هم هيقبلوا بسحب الصلاحيات منهم والدول المعاصحه تجيب. اعتقد صعب. عرض الامر على الجمعيه العموميه، هنا انت بقى بتختار الموضوع هيبقى ازاي، لان لو مكتب تنفيذي المكتب هيرفض. لان انا مكتب مش معقول انا هوافق ان صلاحياتي تروح للسكرتير العام. ما هو مين اللي مختار المكتب التنفيذي؟ الجمعيه العموميه بس الجمعيه العموميه بمناطق جغرافيه، يعني مثلا منطقه الشمال بيختارها الشمال مش الجمعيه العموميه كلها. ايوه بس كل واحد ما مسيطر على منطقته. يعني انت عندك هنا منطقتنا مهندس هنا بوريده، لا مش مهندس هنا بوريده، في المفتوح في الاتحاد الدولي. لا كمان هو دخل افريقيا عن دخل الاتحاد الدولي على المفتوح، انما شمال افريقيا فيها طارق البشماوي، فيها المهندس هنا بوريده، فيها عبد الحكيم الشلماني. فالحقيقه المنطقه هنا مسيطرين عليها. الناحيه الثانيه هتلاقي كل مكتب تنفيذي مسيطر على المجموعه بتاعته في الجامعه، فاعتقد ان هم قرار مش هيتمرر يعني. يعني كده رايحين في سكه ان الكاف هيبقى ليه استقلاليه؟ سيطره الفيفا الفتره الجايه مش هتبقى بنفس السيطره اللي كانت الفتره الاخيره. ما هو القرار اللي صدر ده بيقول كده. قرار استبعاد فاطمه سموره. بنحاول نحلل بس للناس المشاهد طبعًا اللي بتحصل. يعني استبعاد فاطمه سموره ده قرار عنيف، لانه فاطمه سموره في الست شهور اللي فاتوا كانت مسيطره تماما على مقاليد الاتحاد الافريقي. يعني بعد كاس الامم الافريقيه كل ما فيش ورقه بتطلع من الاتحاد الافريقي، لما جت هي والمجموعه بتاعت الفيفا مجموعه ال 12 تقريبا، اما دخلوا فتحوا الادراج، يعني كل الادراج حتى في المبنى بتاع الكاف اللي هنا في اكتوبر دخلوا فتحوا الادراج والدواليب وكل الورق بقى تحت ايدهم، والناس اللي استقالت والناس اللي مشيت وكانوا مسيطرين تماما على الموضوع. فاعتقد ان الموضوع مش هيعدي كده، من لدرجه ان فاطمه سمر خدت بيت وكانت قاعده في بيت يعني استقرت تماما في القاهره، اقامت في مصر. اقامت في مصر، فالموضوع كان مفاجئ جدا. ممكن تترشح؟ اعتقد هي هتبقى مرشحه انفنتينو الرئيسيه. مش مستغرب شويه من التطورات اللي حصلت في الساعات القليله دي؟ ما هو دلوقتي انفنتينو كان بيسيطر تماما على الكاف. ففي مجموعه رافضه السيطره دي فخرجت. هل بقى انفنتينو هيعرف يلف تاني ويسيطر على مجموعه بحيث انه يجيب فاطمه سموره رئيسا للاتحاد الافريقي؟ لسه انت الكلام ده في مارس اللي جاي، احنا قدامنا سنه، لانه في جمعيه عموميه في 6. لا هي الجمعيه العموميه يعني اعتقد في مارس عادي. وبعد كده في مارس انتخابات. لان هو جه في مارس 2017 ولا 4 سنين بتوعها انت، وفي مارس 2021. فاعتقد انه في مارس هنشوف رئيس جديد للاتحاد الافريقي، يعني على ما اعتقد يعني. وخلينا نكون واضحين، اللي عايزه انفنتينو هو اللي هيجي. لان كمان انت بتتكلم في 53 عضو في القاره الافريقيه. بالظبط. فهو بيبقى طبعا الاتحاد الدولي ليه علاقه بالاتحادات كلها المعنيه تماما يعني. طيب ده ليه علاقه برضه بجزئيه مهمه جدا، كان اقترح فكره ان يتعمل دوري للانديه الافريقيه ال 20 نادي في افريقيا، والانديه دي تساهم باستثمارات حوالي 20 مليون دولار سنويا. انت شايف الفكره دي هتنفذ ازاي؟ وهل الانديه في افريقيا تقدر تعمل مساهمه باستثمارات بالمبلغ زي ده؟ ما هو هياخد بقى الصفوه، يعني هو هياخد انديه الصفوه. حتى لو الصفوه يعني انت عندك انت بس ما اعتقد ما فيش 20 نادي على فكره، يعني ما اعتقدش ان في 20 نادي لا، و20 مليون دولار مبلغ كبير. يعني اعتقد ان ما فيش 20 مليون، بس هو اول المقترح الاولاني لانفنتينو مقترح اقامه كاس الامم كل 4 سنين، ده اعتقد انه هيتنفذ. اعتقد انه شهر 6 اللي جاي هيتاخد قرار في الكونجرس اللي جاي كل 4 سنين. ان بطوله الامم اخر بطوله كل سنتين هي بطوله الكاميرون، وهتبقى بس كل 4 سنين. بطولتين متحددين في كوت ديفوار بعدها. اعتقد انه هيبقى هيتلغي واحده منهم. هيتلغي يعني؟ ممكن. فاعتقد انه في 6 اللي جاي هيتاخد قرار انه كل 4 سنين وهتبقى في السنوات الفرديه عشان يبعد عن كاس العالم ويبعد عن عشان أمم افريقيا، وهو تاني هيحاولوا يرجعوها للصيف عشان مشكله انديه اوروبا، لانه انت في يناير ده كل نجوم الدوريات الاوروبيه الانديه بتاعتهم بتفقدهم، خاصه اللي بيلعب في الدوري الانجليزي في يناير بيبقى مضغوط جدا، في ماتشات مهمه جدا، فهتبقى في مشكله تاني، لان كل الانديه اشتكت ان بطوله الكاميرون رجعت تاني في يناير. بالظبط. وقالوا ان احنا مش هنبعت لعيبه. يورجن كلوب طلع على البي بي سي وقال لك انا بالمنظر ده انا ممكن اصلا افكر في الافارقه اللي عندي، ازاي استغنى عنهم واجيب بدالهم. همشيهم واجيب بدالهم. وزائد انه كمان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي هيبقى ليه تاثير كبير جدا على سوق كره القدم، عدد المحترفين ونسب المشاركه. بالظبط، ونسب المشاركه وعدد المحترفين. الاول كان اللاعب الاوروبي بيتم احتسابه مواطن، لا هيرجع دلوقتي يتعامل كانه زي يعني هيبقى فان دايك زيه زي صلاح زيه زي ساديو ماني. هيبقى كل اللعيبه الخارج
انجلترا هيبقوا زي بعض معامله بالزبط. كانه لاعب اجنبي طبعا. بالتالي ساعتها الاولويه ليه جاب لاعب اوروبي احسن بالزبط. من افريقي. الافريقي مش هيبقى معايا في الثوابت الحاسمه بالظبط كده. فاعتقد انه في قرارات كتير قوي في اللي هتحصل في كونجرس شهر 6 اللي جاي. ملاحظ ان احنا بنتكلم في ملفات يعني تحس ان في ال 48 ساعه اللي فاتوا في انقلابات حصلت في ملفات كتير قوي ده. عشان يوم 1 و2 اللي هو السبت والحد اللي فات كان في اجتماعات المكتب التنفيذي في المغرب، فكان في حاجات كتير في اول حراك حصل احداث كتير قوي حصلت في المكتب التنفيذي. وزائد انه كان ختام مباراه دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه والاحداث اللي حصلت وصول الفرق، فاعتقد الموضوع الدوري المحلي كان واقف قوي، الاهلي والزمالك ما لعبوش، فالدنيا كانت رايحه كلها افريقيا. خلينا مره نطلع بره الدوري المحلي، الاحداث بره اهم. بالظبط. طيب فكره كمان ان دوري ابطال افريقيا 8 فرق، انت قلت طبعا عدد الالقاب اللي اتحققت بالنسبه للثمانيه اعداد كبيره جدا، عدد القاب قاريه كبيره جدا. ده ان ده اللي بيدل عن المسابقه السنه دي مفيش مرشح ليها بارز هو الاقرب للفوز بالبطوله. طبعا شايف الفرق كلها. طبعا لا السنه دي الموضوع صعب جدا. الثمان فرق مرشحين، يعني الثمان فرق اللي كلهم، لان كل واحد فيهم يعني الاهلي 8 الزمالك 5 مازيمبي 5 الترجي 4 3 النجم 1 سان داونز 1 الوداد الرجاء، الثمان فرق حققوا البطوله يعني. وفي سبع ساخنه جدا. لا هنشوف كوارتر فاينل زي بالظبط دوري ابطال اوروبا، يعني مش هتبقى عارف مين اللي هيصعد، يعني مش هتبقى عارف. الاول انت كنت بتبقى عارف الاربع فرق اللي رايحين السيمي بيبقى طول الوقت اوائل المجموعات اقوياء شويه والتواني بيبقوا اقل نسبيا. مظبوط. وبتلاقي يعني ممكن تحصل مفاجاه فريق من التوانية صعد، انما المره دي لا الثمانيه زي بعض. الثمانيه زي بعض ومفيش حد مرشح وحيد. اللي هو لا اللي هياخد لقب دوري ابطال افريقيا السنه دي هيبقى بطل ابطال افريقيا بجد، يعني بطل أبطال افريقيا بجد، بطل الابطال فعلا يعني. بس بشرط ان الاحداث يعني تمشي زي ما هي طبيعيه، يعني ما يبقاش في الفار ما يتلغيش فجاه. بالظبط كده. يعني الفار والقطعه القطعه لسه واقعه الصندوق الاسود ما تقعش في اسبانيا زي كل سنه، يعني تفضل زي ما هو زي ما هو. طيب ملف مباراه نهائي افريقيا، معلوماتك في هذا الملف. فجاه كان المفروض يقرر في شهرين من يعني شهرين فاتوا، بعد كده كان في مكتب تنفيذي وقرعه يوم الاربعاء اللي جاي، حتى ميعاد القرعه اتغير على فكره، القرعه كانت يوم 9/2 اتقدم ميعادها، والبعض توقع تقديم ميعادها مع المكتب التنفيذي في الايام القليله دي في خلال هذا الاسبوع هيبقى في تحديد للملعب. المكتب التنفيذي ما ناقشش موضوع الملعب وتم ارجاء الموقف. في كلام اتقال لي بس طبعا لسه ما فيش حاجه رسمي، يعني ان في تفكير يرجعوا لفكره الذهاب والاياب من تاني. وفي كلام اتقال لي ان هم مستنيين يشوفوا السيمي فاينال عشان يتلعب في ملعب محايد مش للفرق اللي اتاهلت للسيمي فاينال. وده ياكد فكره ان لا مش معنى ان الماتش الفاينل في كازابلانكا او في مركب محمد الخامس عشان الوداد زي ما كان بيتقال قبل كده، عشان برضو نقول الحقيقه للناس. لا هو هم لحد دلوقتي اصل انت لما التجربه تبقى جديده بيبقوا قلقانين شويه. بالظبط. انت مش زي اوروبا انت قبل وانت بتسحب البطوله وانت بتحدد بدايه البطوله بتحدد الملعب اللي هيتلعب. مزبوط. ممكن الفريق يلعب على ملعبه يروح يلعب على ملعبه. انما لا افريقيا خايفين، هيقول لك هيختار المغرب فيروح الوداد يلعب، فيقول لك لا اصله جاي من المغرب، في الاخر هم خوافين شويه. فممكن يستنوا لحد ما يبقى طرفين النهائي يتحددوا ويحددوا الماتش الملعب عشان يبقى ملعب محايد، والا هيرجعوا لو قرروا يحددوا بدري ممكن يرجعوا في القرار ويبداوا يلعبوا تاني ذهاب وعوده. يبقى الفكره هنا ملعب محايد مش ملعب بيختار ما عشان كده هم ما حددوش من الاول. لو قالوا مباراه واحده في ملعب محايد يبقى يختاروا بقى في اسيا وخلاص، يعني يقرروا في اسيا زي ما تبقى زيها زي مباراه السوبر كده مثلاً. ممكن تلعب في الامارات، ممكن تلعب في السعوديه، ممكن تلعب في اي حته. انما ممكن حد يقول لك مش لاعب مثلا، فيلعبوا في اي حته هم عايزينها بره افريقيا عشان يرفعوا عن نفسهم الحرج، ولكن طالما هيلعب في افريقيا يبقى هيستنى طرفي النهائي ويحدد عليه. يبقى اذا في النهايه فكره ملعب محايد مش ملعب لفرقه ممكن توصل. هم خايفين. هو المفروض ما يبقاش ملعب محايد، هو المفروض انت بتحدد ملعب محايد مع القرعه بتاع دور المجموعات دور 16. اصل كل ما بيتاخر بتسحب بتعمل قرعه وبتسحب زي القرعه بتسحب ملعب وخلاص. انما انت طالما بتاخر يبقى انت مستني تعرف مين اللي هيوصل عشان تبعد عنه وتروح في سكه امان عشان ما حدش يتابعك. وده يعني استكمالا لحاله التخبط لحاله الرئيس المهزوز. لانه الحقيقه
ممكن تقول على عيسى حياته وما قاله ملك في الخمر، ولكن كان مسيطر تماما، ما وصلتش للمرحله دي خالص، مفيش اهتزاز خالص. عيسى حياته كان مسيطر تماما على منطقه الاتحاد الافريقي، وكان طول الوقت القرار بيتاخد يعني حتى لو قرار غلط ما حدش بيرجع فيه، ومحدش وبيبقى قرارات عنيفه جدا وقويه ومحدش بيقدر يرجع فيها. هو كل ما يعني مثلا قرار سحب تنظيم كاس الامم الافريقيه من المغرب، ده قرار عنيف جدا جدا جدا، وتحدى الجميع، وتحدى حتى الجميع مع كاميرا رياضيه بالظبط كده، وتحدى الجميع ونقل البطوله، واتلعبت البطوله اعتقد في الجابون. المغرب اعتذرت عشان كان وباء الايبولا، ورفضت وقالت ان اجلها شويه، رفض عيسى حياته وكان عايز ينظمها في مصر، لكن وقتها الظروف ما كانتش تسمح، فراحت لعبت في الجابون على ما اعتقد، في الجابون او في غينيا الاستوائيه حاجه مش فاكر. اتلعبت، احنا وصلنا ساعتها مباراه نهائيه مع الكاميرون. لا الكاميرون ده الجابون ده 2017، احنا اللي مشاركناش اصلا في البطوله دي، ما كناش انت بتتكلم اصلا اهلناش. ايوه كان في اعتذار لليبيا وحصل اعتذار، كان 2013 وما كنا اصلا مظبوط. اتلعبت في جنوب 2015 2015 اتلعبت في جنوب افريقيا على ما اعتقد، مش 2013 كانت في ليبيا، راحت جنوب افريقيا. ايوه 2015 بقى دي اللي هي اتسحبت من المغرب، راحت اعتقد مش فاكر كانت غينيا الاستوائيه تقريبا، الجابون وغينيا الاستوائيه. لان انا فاكر وقتها عمرو فهمي لما كان موجود في اداره التسويق في الاتحاد الافريقي، وعمرو شاهين كان موجود ساعتها وقتها، قال لي احنا كنا بنجيب ارضيات الملاعب من اوروبا، لدرجه حتى كنا احنا بنشتغل وبنشارك حتى القرار اتاخد قبلها بشهر بالظبط كده. فالحقيقه كان جابون وغينيا حتى لو خد قرارات عنيفه كان بياخدها ويتحمل مسؤوليتها. انت المره دي انت يعني في الكاف ما تعرفش مين ايه هيحصل بكره، ايه اللي هيحصل بكره. انت مشهد مباراة الوداد والترجي ووجود احمد في وسط الناس والناس بتزعق له، الحقيقه كان منتهى الاهانه لمنصب رئيس الاتحاد الافريقي اكيد. طيب جزئيه ثانيه مهمه متعلقه بقى بالنادي الاهلي، هل شفت في مباراه الهلال روح تحدي اصرار عند الفريق، حاجه مختلفه اللي احنا كنا بنتكلم فيها الفتره الاخيره، لازم اللعيبه تحس بالمسؤوليه، تحس بقيمه تيشيرت النادي الاهلي، تحس ان هي لازم تكون موجوده في دور الثمانيه. وتويتر الشريف اكرامي قال كلام مهم جدا حتى بعد المباراه، قال النادي الاهلي دايما طريقه معروف في المباريات النهائيات موجود، لكن لما بتكون عندك مطبات صعبه او وقعت في مطبات صعبه، انت طالما وقعت فيها لازم تطلع نفسك منها، واحنا وقعنا في مطبات كان لازم نطلع نفسنا منها. شايف الكلام ده وشايف الحاله اللي كانت موجوده في مباراه الهلال؟ لو الحقيقه المباراه من افضل مباريات الاهلي الفتره الاخيره خارج ملعبه، ما عرفناش نكسب، ولكن بدايه ان انت تعرف تكسب بره ارضك، انت مسيطر على المباراه تماما لحد احداث الشغب هي اللي قلبت الماتش وخلت اللعيبه خافت ورجعت رجعت دفعت واتخضوا من اللي حصل. ده اللي قلب الماتش تماما، ورغم ان انت في وسط الدربكه دي، في وسط كل اللي بيحصل ده، قدرت توصل، وكهربا ضيع وحسين ضيع ومروان حط كوره شالها الجول، والحقيقه وجول جه من اللي جه في الاهلي جه من دربكه. الهلال ما وصلش خالص لمرمى النادي الاهلي خالص ال 185 دقيقه اللي اتلعبوا من الماتش. الاهلي كان مميز جدا في المباراه دي، تغيير تعالي معلول بايمن اشرف الحقيقه كانت اكثر من رائعه، لانه اطهر الطاهر هو الخطوره كلها للهلال كانت من الجبهه دي، اتقفل الثمانيه وايمن اشرف كان احد مفاتيح الخطوره للاهلي. والحقيقه انا بشيد بايمن في المباراه، كان متالق والدفاع كانوا الحقيقه على مستوى المسؤوليه، افشه حسين اجايه كهربا رامي الحقيقه كانوا قدوا، الشناوي قدوا مباراه رائعه. دي اعتقد ان هي بدايه للاهلي يبني عليها اللي جاي. احنا قلنا ان انت بدايه تحقيقك اللقب ان انت بره ارضك ما تتغلبش وتسجل وتكسب. انت بدات اهو بره ارضك، بتبدا بتفتتح التسجيل، بتبدا لحد الدقيقه 7 او 98 متقدم، وكنت ممكن تنهي متقدم باكثر من هدف لولا حاله القلق والرعونه والتسرع. لا اعتقد انه الاهلي قدم مباراه يستحق اللعيبه التحيه عليها. الاجواء اللي صاحبت المباراه والاحداث اللي حصلت في الملعب كان لها تاثير سلبي ونفسي حتى في احداث المباراه؟ لا لحد ما الدربكه حصلت، لا كانت ليها تاثير سلبي على فريق الهلال. الحقيقه فريق الهلال كان مضغوط جدا وادائهم كان سيء جدا. انا يعني الهلال خسر من النجم على ارضه 2-1، ولكن كان ادى مباراه رائعه وكان يستحق الفوز ويستحق انه يكسب بنتيجه كبيره، ولكن كان ساعتها حاله الطرد اللي حصلت للفريق والهدف اللي جه هو اللي اثر عليه. ولكن في المباراه دي الحقيقه الهلال لم يقدم اي شيء، لم يصل لمرمى الاهلي تماما، اداؤه عشوائي، كرات عاليه كلها بتتلعب طويله، كانوا واضح جدا ان هم مضغوطين، واضح انه الشحن الجماهيري اللي حصل قبل المباراه هو اللي سبب الازمه الكبيره. اعتقد انه الاهلي كان اداؤه افضل، واللي حصل كل الاجواء اللي حصلت قبل المباراه كانت في مصلحه النادي الاهلي. طيب في مصلحه النادي الاهلي وان الاهلي كان افضل، نخرج لتقرير صوتي هناقشك فيه بعد ما نسمعه، لان عنوانه الاهلي الرائد زعيم الانديه العربيه والافريقيه. نتابع هذه التفاصيل في هذا التقرير
ثم نواصل حديثنا مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد عويس، ولكن بعد هذا التقرير. رغم معاناته الأمرين في السودان في مباراته الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أثبت النادي الأهلي كعادته أنه زعيم الأندية العربية، كبير كرة القدم في القارة السمراء بالأفعال لا الأقوال، بعدما رفض التقدم بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ضد شقيقه نادي الهلال السوداني. ما تعرض له الأهلي في ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان لا يمت لكرة القدم بصلة ولا الرياضة ولا الروح الرياضية، بعدما تعرض الفريق ولاعبوه وجماهيره لإرهاب نفسي قوي لا يمكن السكوت عليه من قبل الكثيرين، خاصة أنه ترتب عليه ارتباك شديد في الشوط الثاني من المباراة تسبب في اهتزاز شباك المارد الأحمر بهدف خاطف سلبه صدارة المجموعة التي كانت مستحقة لبطل مصر لنظيره النجم الساحلي التونسي. بداية الخروج عن النص خلال المباراة كانت في الشوط الثاني في ظل تقدم الأهلي بهدف محمد مجدي أفشة، أشعلت الجماهير السودانية الشماريخ والألعاب النارية التي تسببت في صعوبة الرؤية داخل الملعب، ثم هتافات مسيئة في المدرجات، إلقاء للكراسي المحطمة على اللاعبين والجهاز الفني، قذفهم بزجاجات المياه أثناء المباراة، ثم قيام بعض الجماهير باقتحام أرض الملعب ومحاولة الاعتداء على لاعب الأهلي. الأمن السوداني كان في الموعد، حمى لاعب الأهلي بشكل كامل، أضف إلى ذلك التهديدات بالقتل للجماهير قبل المباراة هو ما تسبب في حالة من الخوف الشديد لدى اللاعبين بطبيعة الحال. ورغم كل هذه المعوقات والتجاوزات، أعرب مجلس إدارة النادي الأهلي عن أسفه لما لاقاه من الأشقاء، لكنه رفض أن يكون السيف الذي تضرب به رقبة شقيقه الهلال الذي ينتمي لأرض السودان الطيبة، الشقيقة الصغرى لمصر عبر التاريخ، خاصة أن ما تعرض له الفريق في أم درمان موثق بالصور والفيديو يهدد الهلال السوداني بعقوبات مغلظة. من منطلق العلاقة الوطيدة بين الناديين وخوفا من وضع الهلال وجماهيره تحت طائلة العقوبات القاسية، قرر الأهلي عدم التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي تقديرا واحتراما للعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، وتثمينا للجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون في الشرطة والجيش السوداني، وأخيرا حرص الأهلي الكامل على ألا يلحق بنادي الهلال السوداني الشقيق أي ضرر. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير، واللي كان فيه شرح وافي للاحداث الجاريه بعد مباراه الهلال السوداني واحداث ايضا اثناء المباراه، وبالنسبه للفتره الجايه ودور النادي الاهلي ورائد النادي، يعني دور النادي الاهلي كرائد للانديه العربيه والافريقيه مستقبلا وفي التعامل مع كل الانديه العربيه. ابو حميد، طبعا تقرير رصد الاحداث الحاليه والدور المهم جدا للنادي الاهلي حتى في تعامله مع كل الانديه مستقبلا. اعتقد انه القرار والبيان اللي صدر واللي حصل هو مجزرة الاهلي، هو اللي كان موجود في الاحداث وهو اللي عارف، واضح انه كان حصل اتصالات مع الناس في الاتحاد الافريقي وكان معروف انه العقوبات هتبقى في الشكل ده، فاعتقد انه كان البيان يعني في ناس معترضه وفي ناس موافقه، وفي الاخر هو قرار مجلس اداره هو اللي بيتحمل مسؤوليه الموضوع، يعني في الاخر أكيد. لا انا ولا انت، انا ممكن اقول رايي انه انا مش البيان ما كانش موجود، او انت تقول رايك ان لا البيان يبقى موجود، ولكن هو في الاخر قرار مجلس اداره هو اللي هيتحمل مسؤوليه البيان، هو المسؤول عن اللعيبه، هو اللي مسؤول عن الفرقه، واحنا انا بقى كمشجع او جمهور النادي الاهلي مش كصحفي، احنا في كل الناس اللي يهمها من الموضوع كله ان الاهلي يعود تاني بطل للدوري بعد غياب 7 سنين كتير قوي، الاهلي بقاله كتير قوي ما غابش، يعني اللي يهمنا في الموضوع كله ان الاهلي يعود بطل دوري ابطال افريقيا، وزي ما قلنا لا كان الشكوى هتقدم ولا هتاخر، الحقيقه كنت هتدخل في جدل ملوش لازمه في التوقيت، والقرار نفسه الاتحاد الافريقي زي ما قلنا حصل اتصالات والموضوع اتقال انه الحكم ما لغاش، فخلاص الموضوع هيبقى في اطار العقوبات، العقوبات كانت هتبقى هي الشكوى تعمل العقوبات، فخلاص ياخد عقوبات واحنا بره الخناقه، عشان ما تعرف بتفكرني باحداث ايه لما الاسماعيلي والافريقي التونسي بالظبط كده، الافريقي التونسي ما اشتكاش الاسماعيلي ده بالعكس، الافريقي التونسي في لجنه الاستماع في جلسه الاستماع هو اللي رجع الاسماعيلي، هو اللي رجع الاسماعيلي، ايوه هو اللي رجع الاسماعيلي، طالب مش ما هو اللي رجع الاسماعيلي لان نتائج الاسماعيلي كانت هتخرج الافريقي بالظبط،
نتائج الافريقي لو الاسماعيلي استبعد ونتائجه فكانش مصلحه الافريقي، ما كانش مصلحه الافريقي، فهو اللي ضغط وهو اللي قال لا ولا بتاع ورجع. والحقيقه انه خلينا برضو نكون واضحين، حصلت احداث كتيره قوي من الجماهير المصريه هنا في الملاعب، والحقيقه العقوبات كانت تقريبا نفس شبه عقوبات الهلال بالزبط. يعني جمهور الزمالك في مباراه الافريقي برضو التونسي نزل الملعب وما كانش في عقوبات. فخلينا نقول انه العقوبات هي يعني ما اتغيرتش، طالما راحت يعني. انضباط معروف توجهاتها اي قرارات عنيفه في الـ في الـ في البطولات بتبقى عن طريق لجنه الطوارئ، زي ما من سنتين لجنه الطوارئ واحنا قاعدين كده في القرعه بتاعه دوري الابطال او الكونفدراليه تقريبا قالوا ان احنا استبعدنا فريق الكونغو لانه كان اشرك لاعب غير مقيد تقريبا حاجه كده، وده لجنه حصل تدليس فتم استبعاد النادي، تم استبعاد النادي قبل القرعه تقريبا بساعه، وكان لجنه الطوارئ وكان قرار بالتمرير بالظبط، وفي حد في لجنه الطوارئ كان من الكونغو وطبعا ما قدرش يعمل حاجه. دي القرارات اللي بتاخدها لجنه الطوارئ. لجنه الطوارئ كانت ممكن بقى يبقى في قرار لو لا قدر الله الاهلي النتيجه كانت سلبيه، لا كان هيبقى الموضوع مختلف تماما، ولكن انت خلاص الماتش عدى ونفكر في اللي جاي، ما نقعدش بقى يعني ندخل في خفه نتكلم في كتير، خلاص احنا عندنا محطات ومباريات اصعب ومواجهات اصعب من كده كتير الفتره اللي جايه. طيب الفتره القادمه للنادي الاهلي تحديدا في الدوري العام شايفها ازاي، في ظل كمان ان في دور لعدد من اللعيبه الكبار في الفرقه، كباتن الفرقه لهم دور ايجابي كويس جدا، وحتى الفتره الاخيره كانت في ناس كتير اتكلمت على مثلا كلام شريف اكرامي ان هو عايز يشوف وجهته الفتره اللي جايه، عايز الفتره الجايه يكون مكمل مع الفريق حتى نهايه الموسم. برضو كاعلامي او كصحفي رصدت هذه الموضوعات ازاي، وشايف كمان دور القيادات او دور اللعيبه الكبار جوه الفرقه وجودهم كمان ازاي يبقى ايجابي مع الفريق الفتره الجايه ودورهم مؤثر كمان مع الفريق الفتره الجايه؟ بص، هي الحقيقه انه قرار شريف اكرامي بانه دي اخر موسم ليا مع النادي الاهلي هو قرار محترف جدا، وهو لاعب محترف جدا، والحقيقه انا طول الوقت شايف انه شريف اكرامي هيبقى من قيادات النادي الاهلي الفتره القادمه، هيبقى قياده كبيره، هو من اهم اللعيبه اللي بتتكلم في مصر بمنطق وعقلانيه وعليه اجماع من جمهور الاهلي خريج اقتصاد وعلوم سياسيه، وهو شايف انه دوره مع النادي الاهلي انتهى. والحقيقه انه ده مش جديد على فكره، وائل جمعه بعد كاس العالم الانديه قال ان انا مش هلعب اخر موسم هعتزل، وعمل ده. ابو تريكه بعد لما في الملعب ما بين الشوطين مباراه الاهلي، وكان اعتقد كان اورلاندو بايرتس، لا بعد لا واحنا في كاس العالم الانديه في المغرب لما اتصاب وطلع ما بين الشوطين اعلن اعتزاله. انا افتكرت كلام على حته ان هو قال للجماهير يعني ده اخر مباراه ليه. لا هو لما رحنا كاس العالم الانديه واتصاب وطلع ما بين الشوطين اعلن اعتزاله ما بين الشوطين، مظبوط، وما كملش مع الاهلي يعني الحقيقه كل لاعب حر في قراره، توقيته بقى مش توقيته، هو حر برده في توقيته، والحقيقه هو توقيته مش هيأثر حاجه على الاهلي ولا على مسيرته. شريف كمان من الناس الذكيه جدا ومفكر وشريف من القيادات، والحقيقه شريف من القيادات اللي يجب الحفاظ عليها في النادي الاهلي، واعتقد انه بعد سنه او اتنين او اللي هيلعبهم بره النادي الاهلي هيعود احد قيادات الكوره في النادي الاهلي او احد قيادات الاداره في النادي الاهلي، لانه يستحق وجود، لانه اهلاوي ابن اهلاوي يعني. اكيد اكيد، ودوره كمان جوه الملعب حتى لو مش بيلعب بشكل اساسي. اعتقد بقى انه في بقى مجموعه الكبار التانيين، حسام عاشور واحمد فتحي وليد سليمان، اعتقد انه فتحي اعتقد انه هيجدد، وليد سليمان هيجدد، عاشور اعتقد انه ممكن برضو يكون زي شريف هياخد قرار او هيكمل او مش هيكمل، هنشوف الفتره الجايه ان عاشور كمان عايز يكمل وعايز يكمل بالظبط كده. فاعتقد انه ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه، ولكن كل لعيب حر يكمل او ما يكملش. احنا شفنا قبل كده كتير او لعيبه بتقرر لو ما جد الاهلي ما جدتش عنها تبطل في الملعب، تبطل في النادي الاهلي. عارف الجميل في الموضوع ده ايه؟ ان كل الكلام ده وعلى اسامي كبيره وعقودها هتخلص بعد 3 4 شهور والموضوع مقفول جوه النادي الاهلي. لا هو ما ده يعني ده طبيعي، دي طبيعي، حاجه ده يعني طبيعي، لانه بتتكلم مش في واحد واثنين، بتتكلم في 5 6 عناصر. انت بتتكلم على المجموعه الكبيره اللي موجوده في النادي الاهلي، هي مجموعه كبيره وكلهم يعني حتى اللي جاي من بره بقى له 7 8 سنين في النادي الاهلي، فالحقيقه كلهم بقى اولاد وقيادات النادي الاهلي، وبقوا يعني من يعني حتى لو مش من ناشئين النادي الاهلي، يعني حسام عاشور وشريف اكرام من ناشئين النادي الاهلي، احمد فتحي ووليد سليمان بقوا اهلاويه اكتر من جزء يعني جزء من جزء كان من الاهلي. فاعتقد لا يعني عارفين ويعني ولاعيبه قادره على صنع الفارق، واعتقد ان شاء الله انه حتى لو فيهم ناس هيمشوا هيبقى الموسم نهايته بدوري ابطال. انا عجبني الحاله، انا بقصد الحاله نفسها طبعًا، التعامل نفسه تعامل احترافي طبعا، اللعيبه نفسها وسط الموسم وموضوع ممكن يكون متعلق بمستقبلهم، لكن في نفس الوقت برضه حاطين النادي الاهلي قدامهم في الصوره طبعا، المصلحه الجمعيه للفريق. اعتقد انه دي حاجه طيبه، انه ما مش هتحصل يعني لحد نهايه الموسم الموضوع هيبقى مكمل بهذا الاسلوب الرائع يعني النادي الاهلي. طيب ماتش بيراميدز هيتذاع ولا مش هيتذاع؟ هيتذاع. هيتذاع طبعا. مش بلاحظ ان دايما اي حد ليه مستحقات بتبقى فرصه ماتش، والحقيقه انه انا بستغرب جدا بقى فرصة عشان يعني انت يعني انت دلوقتي انا رئيس نادي او صاحب نادي او مدير نادي، انا
النهارده الاهلي وبيراميدز في الاسبوع ال 16 من مباريات الدوري، يعني مش الاسبوع الاول ولا الثاني، يعني انا مداين واحد بقالي 15 اسبوع انت مداين واحد وجاي قبل الاسبوع ال 16 بتقول له لا انا ليه عندك فلوس الاهلي يا ابو حميد. الحقيقه يعني عشان مباراتك مع الاهلي اسلوب الحقيقه لا يليق باداره. بس اقول لك على حاجه، هي فرصه، بس كل واحد له حقوق. مش بقاطعك والله او غير وجهه نظرك، لا خالص والله، لا انا اقول رايك، غير وجهه نظر اصلا بالظبط. عارف بالظبط يعني. بس انا اقصد ايه، انا عايز اخدها بمنظور تاني. ان النادي الاهلي قيمته التسويقيه وقيمته التجاريه وقيمه شعبيته، اي نادي بيبقى ليه مستحقات بيستنى الفرصه اللي لعب فيها الاهلي عشان يقدر يطلب مستحقات. طب حلو قوي، انت جميل، عايز اوصل جميل. نص مستحقات اي نادي بره الاهلي والزمالك من البث الفضائي نصها قائمه على مباريات الاهلي والزمالك. مظبوط، يعني 70 يعني 60% على ماتش الاهلي و40% على ماتش الزمالك، او ممكن نزود 65 35. فانت دلوقتي انت هتاخد مثلا 5 مليون قيمه عقدك مع الشركه الراعيه، 5 مليون جنيه. فانت قررت ان انت ما تزيعش الاهلي والزمالك، والشركه الراعيه قالت لك اضرب دماغك في الحيط مش هنزيع الماتش. فانت خسرت من ال 5 مليون من ال 10 مليون بتوعك 6.5 مليون. فهمت قصدك، انت بتبقى خسران اكتر ما انت كسبان. زائد ان انت كمان زعت نص مبارياتك، زائد ان انت كمان هتسوق ماتشاتك لمين؟ هو مالك حصري وحيد، يعني هو الدوري اصلا بيوزع بشكل حصري على شبكه معينه. مظبوط. فانت هتروح لمين؟ يعني مين هيشتري منك المنتج اللي فيه واحد بس هو اللي بيشتريه في مصر؟ فالحقيقه هو قرار لو يدراع مش شايفه، يعني مش شايفه يعني كويس. وجهات نظر طبعا، وجهات نظر. وفي الاخر يعني اصل احنا عدينا بالقصه دي 200 الاهلي بس بالمناسبه. الوحيد اللي بيقول انا مش هزيع وما بيزيعش هو الاهلي. يعني كل الانديه بتقول انا مش هزيع وبتزيع، يعني تيجي قبل الماتش بساعتين ونص تلاقي انباء عن اصل الكاميرات، يعني يقول لك طب احنا هندخل الكاميرات عشان هنوصل لحل. وبعدين تيجي قبل الماتش ب 35 دقيقة انفراجة في إذاعة الماتش على الهواء، وفجأة تلاقي الماتش على الهواء. فإنما الوحيد اللي لما بيقرر إنه ما يزعش وما بيزعش هو الأهلي. يعني بعد دراسة وبعد قرار مستفيض بس بالظبط كده بشكل كبير. بالظبط كده. تمام. وبعدين الأهلي لما بيقول أنا مش هزيع ما بيقولكش أنا مش هزيع الماتش بتاع بعد بكرة. لا، بيقول لك أنا في مباراة بعد بكرة، لا هزيعها بس المباراة اللي بعد كذا مش هزيعها. لأنه بيدي أولاً بيدي الناس اللي هو بيتفاوض معاهم مساحة، زائد بيدي لنفسه مساحة انه ما رجعش كلام. هي بس الناس تاخد بالها بس من التفاصيل الصغيره دي. اي نادي بيبقى ليه مستحقات بيستنى مباراته مع النادي الاهلي عشان يقدر يكسب اي مستحقات ماديه، حتى لو كانت رقم كبير رقم صغير، عشان بس تبقى الناس عارفه الشعبيه والجماهيريه مرتبطه بمين ومرتبطه باسم ايه والفانيله مين وتيشيرت مين. طيب، جزئيه ثانيه متعلقه بمباراه السوبر. ولما اتكلم على ملف السوبر هسيب لك كل المساحه انك تحكي لنا من A to Z كل الملفات المتعلقه بهذه المباراه من دلوقتي لغايه ميعاد المباراه يوم 22 ان شاء الله. لا يعني قول لي، اسالني من جميع الجوانب. اولا التذاكر، تذاكر عرض بص التذاكر نبدا بالتذاكر. التذاكر كانت متقسمه فئات. جمهور النادي الاهلي قدر، يعني مش قدر، اشترى الفئات اللي هي 50 75 150 و250 و350، اعتقد ان هم على وشك النفاذ. ده جمهور النادي الاهلي. جمهور نادي الناحيه بتاعت نادي الزمالك 50 75، اعتقد انه 60% منها اشتراها جمهور الزمالك، وال 40% اشتراها جمهور الاهلي، عشان بس نكون واضحين. كالعاده يعني دول سولد اوت، يعني دول سولد، خلاص دول قفلوا. تمام. 150 و250 و350 في الزمالك لسه مفتوحه ولسه في عدد كبير. خلينا نقول انه جماهير الزمالك حضورها او غيابها عن مباراه السوبر المحلي بين الاهلي والزمالك هيبقى مرتبط بشكل كبير جدا بنتيجه مباراه السوبر الافريقي مع الترجي. لو الزمالك حقق نتيجه ايجابيه في مباراه الترجي اعتقد انه هيشهد حضور جماهيري معقول. هيبقى ازيد كتير من كل مره، لانه هيبقى الفريق جاي محقق بطوله مثلا، معنيات جمهوره عاليه وهتبقى عايزه تحضر وتسنده. لو لا قدر الله حصل نتيجه مش لطيفه في ماتش السوبر الافريقي، اعتقد انه جماهير الزمالك هتبقى عندها حاله من القلق، والعدد الحضور هيبقى مش قوي، لان هو كمان دايما متعودين ان حضورهم في المباريات بيبقى مرتبط بالنتائج. بالظبط كده. فاعتقد انه ده الجماهير. التنظيم كله مع مجلس ابو ظبي الرياضي، اعتقد انه تم اختيار المنسق العام للمباراه، اعتقد انه هيبقى مدير اداره المسابقات الاستاذ حسام الزناتي. واعتقد انه المنسق الاعلامي للمباراه هيبقى الصديق العزيز مصطفى طنطاوي. الحكم اوروبي، حكم الفار اوروبي، الطاقم التحكيم بالكامل اوروبي. عندك معلومه عن الجنسيه ولا لسه؟ لا لسه. ايه تاني؟ ميعاد المباراه.
ميعاد المباراه 9 بتوقيت الامارات 7 بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت القاهره على استاد محمد بن زايد في استاد الجزيره اللي هو اتلعب عليه السوبر اللي هو الزمالك فاز فيه بضربات الجزاء. احنا لعبنا سوبر 3 مرات في الامارات، 2 في هزاع بن زايد واحد في محمد بن زايد، ده الرابع. ماتش هنا وماتش هنا. استاد ده ساعته الجماهيريه اكبر من استاد هزاع، ولكن انا بحب استاد هزاع الحقيقه جدا. كان احسن الملاعب اللي فيها تصميم، خد في 2014 احسن ملعب في العالم، احسن ملعب كمان. طيب جزئيه متعلقه بسفر البعثتين، يعني مجلس ابو ظبي هو المسؤول عن فكره سفر البعثتين حتى اتحاد الكوره، لكن انا في اتحاد الكوره ما فهمتش العدد الكبير اللي هيسافر، ايه الدور اللي منوط بيه، لان التنظيم كله من اي تو زد المجلس ابو ظبي رحله. يعني الناس راح تفسح يا رجل، انت عايز راح نصح دبي يعني ابو ظبي؟ ابو ظبي ما لا ما هيروح دبي، مش هيروح ابو ظبي. الاقامه في ابو ظبي بس، الرحلات كلها لدبي. اعتقد انه الصديق العزيز محمد فضل قدر ياخد عدد كبير من الدعوات، فقال لي لا يعني، فالناس تسافر وتتفسح وتتبسط يعني. بس طيب المنتخب هيحضر اكيد المباراه من ضمن الدعوات ولا ايه دعوات تانية؟ جهاز المنتخب؟ اعتقد جهاز المنتخب هيحضر طبعا. اعتقد انه جهاز المنتخب هيحضر. معمول حسابه في الدعوات دي ولا دي دعوات تانية؟ لا اعتقد انه هيبقى ليه دعوات تانية، لانه في مباراة هتتعمل قبل مباراة يوم 19، في مباراة ودية بين نجوم الاهلي والزمالك القدامى. اعتقد ان يبقى فيها نجوم من نجوم برنامج المباراة نفسها، برنامج اليوم يعني، في فقرة فنية احد المطربين، في حفلة بيقال حفلة وهيبقى فيها نجم كبير هيحضرها. بيقال انت اكيد عندك المعلومة. اعتقد انه قالوا انه محمد رمضان، ولكن لسه لم يتم الاتفاق في اطار الاتفاق معاه. وبعدين المباراه، وبعدين احتفاليه تسليم البطوله للفريق الفائز ان شاء الله، واتمنى باذن الله ان يكون النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله يكون النادي الاهلي باذن الله. المباراه دي نتيجتها ممكن تكون لها علاقه بمباراه 24؟ هو مباراه 24 مش هتلعب، ده كلام نهائي يعني؟ لا مش نهائي، لا اقصد توقع. توقع مننا احنا حاسين ان هو نهائي مش هيتلعب. اصل ما هو خلينا نكون واضحين، انت ماتش هو حتى الان الاستاذ وليد العطار استاذ حسام الزناتي وكابتن محمد فضل بيؤكدوا انه لا تاجيل للقاء الاهلي والزمالك يوم 24، هيتلعب. فهم مصممين انه هيتلعب، واحنا مصممين انه مش هيتلعب. شوف كلام مين اللي طيب. هم مصممين انه هيتلعب على امل ان خلاص مباراه 28 او 29 الاولى في مصر للفرقتين. فما فيش سفر. انت حاسس انه مش هيتلعب ليه بقى؟ عشان اولا مين هيلعب 28 مين هيلعب 29؟ ده واحد يعني. الكاف هيحدد، هو اللي هيحدد. انت هتلعب اهلي زمالك، بعدين اهلي زمالك. وعندك الحقيقه انه هيبقى اجهاد قوي جدا على اللعيبه، اجهاد ذهني وبدني كبير على الفرقتين. فهل انت هتصدر الفرقتين زي ما حصل مع الاهلي السنه اللي فاتت لما راح مباراه سان داونز، لعب الاربع وراح لعب السبت في سان داونز، لعبوا الاتحاد كمان، لعب الاتحاد وكان في ماتش في طينه نفس ملعب برج العرب، نفس ملعب برج. الحقيقه كان الموضوع صعب جدا. فهل انت هتبقى عندك القدره على مواجهه الفرقتين، ان انت تصدر لهم الضغط ده؟ وانه لعيبه ممكن لا قدر الله تتصاب في ده او في ده، لان مباراه الاهلي والزمالك في الدوري كمان يعني، حتى مباراه السوبر تبقى احتفاليه شويه، وفي الامارات والاجواء بتبقى لطيفه، اللعيبه نفسها حتى هتحس بتبقى فكه، ده هتحس بتغيير. لا اللعيبه نفسها حتى بتلعب بهدوء شويه، بتبقى الملعب حلو والارضيه حلوه وبتاع. انت تيجي هنا تلعب في مصر فالدنيا هتتغير، اللعيبه بتبقى متنشنه، وماتش دوري بثلاث نقط وممكن يكون عامل حسم كبير قوي في مسابقه الدوري، لانه لو الاهلي مكمل بنفس الانتصارات ان شاء الله، نفس الانتصارات الموضوع هيبقى تقريبا شبه اتحسن، هيعمل زي ليفربول بالظبط كده تقريبا. فالموضوع هيبقى متنشن. هل لو لعيبه اتصاب هنا هتقدر انت تواجه الانديه في الاهلي او الزمالك؟ ما اعتقدش ان حد هيقدر يواجه الاهلي والزمالك لو لعيب منهم اتصاب، والاهلي راح يلعب مازيمبي او الترجي او سان داونز، والزمالك لو راح يلعب النجم او الترجي او سان داونز. الحقيقه الموضوع هيبقى صعب جدا، هيبقى صعب جدا طبعا. طيب هنشرك مجموعه واخبار النهارده كانت منشوره على بعض المواقع. اول خبر متعلق بوفد من الفيفا هيزور اتحاد الكره لمناقشه تعديلات اللائحه، وفي اتجاه ان طبعا اللي كنا عارفين وانت قلت المعلومه دي من فتره ان هيتمدد اللجنه لغايه شهر سبتمبر، وهتكون الانتخابات يوم 30 سبتمبر بعد اولمبياد طوكيو. الانتخابات 30 سبتمبر خلاص الموضوع منتهي يعني. يعني انتخابات 30 سبتمبر ورئيس الاتحاد القادم هو المهندس نوري ده، بس عشان نكون ايه يعني. انت حددت ميعاد الانتخابات وقلت النتيجه. انا قلت لك من ساعتها يعني. عشان بس نكون واضحين يعني. فهي اللجنه لا لانه اللجنه مش شايف فيه منافسه؟ مفيش منافسه طبعا. يعني محدش هيترشح؟ اعتقد يعني تبقى بالتزكيه. على الاقل انت من وجهه نظرك منصب الرئيس. اعتقد. ده انت ثقه عمياء. لا مش ثقه يعني، عارف الجواب. اصل من هنا لبكره ما تضمنش المتغيرات ايه؟ من هنا لبعد طبعا ما حدش عارف ربنا سبحانه وتعالى في ايه يعني. انا بتكلم على مستوى الاتحادات والكوره. انما بنتكلم على الاطار العام اللي احنا فيه دلوقتي، واحنا بنتكلم واحنا على الهواء. لا هو هو اللي انا بقول لك عليه. طيب فكره اللائحه. اللائحه ما هو في تعديل في اللائحه. ايوه. بين 8 سنين مش هيتشال. مش هيتشال زي ما هو. عدد الجماعة العموميه، والحقيقه برضو ده حاجه مهمه جدا، انه عدد اعضاء الجماعة العموميه لازم يقل، لانه ما ينفعش يقل عن ايه؟ العدد اللي كان موجود الاول ولا العدد اللي اتحط دلوقتي؟ لا هو لحد دلوقتي 107.
طيب انت عايز يقل عن كده ولا ده كويس؟ هو ال 107 ده معقول مبدئيا يعني. تمام. اطار التصويت اعتقد انه بيتغير. هيبقى كان بيتقال انه هيبقى انديه الدوري الممتاز هيبقى ليه عدد نقط اكتر من انديه الدرجه الثانيه والثالثه، ما اعرفش هل ده هيتم ولا هيفضل زي ما هو، مش عارف. عدد اعضاء المجلس 9 منهم سيادتين. اعتقد انه بص التفاصيل بقى اللي جوه دي هتمشي يعني. ما طب معنى ان البند 8 سنين مش هيتشال من اللائحه والبند زي ما هو، يبقى بنسبه كبيره احمد بجد سكرتير عام. مدير تنفيذي. مدير تنفيذي للاتحاد المصري، لانه مش هيبقى التوقيت يسمح له. اعتقد المهندس كرم كردي تسمح له اللائحه ينزل ولا هيكون اقل 8 سنين؟ لا دي كانت اول دوره. اول دوره. لكن البند هيطبق على احمد مجاهد بس ولا في حد تاني؟ احمد مجاهد، سيف زاهر، خالد لطيف، عصام عبد الفتاح، كل المجموعه اللي كانت في مجلس استاذ جمال علام. تمام. طيب فكره السيادتين تتوقع او تترشح ممكن مين اللي يكونوا موجودين في المنصب ده؟ هو احنا اساسا يعني لما كنا بنحاول نجيب سيده للمره دي مع الدكتوره سحر، بدل الدكتوره سحر، فما كناش لاقيين، فما اعرفش اجيبوا اثنين منين سيدتين لهم علاقه بكره القدم يعني. طب ليه سيدتين في المجلس؟ ممكن يكون الفيفا عشان الكره النسائيه واداره تطوير الكره النسائيه في العالم والمسابقات، في اطار انه الكره مش للرجاله بس. اعتقد انه هيبقى سيدتين عشان يبداوا يتحركوا شويه في الملف ده اللي هو الحقيقه مش للرجال فقط يعني. مش للرجال فقط. طيب اختبارات تقنيه الفيديو اسيست ريفري الفي ار، في 20 حكم نجحوا وفي 24 رسبوا. ضحكت. وفي على فكره تجارب هتبقى اوف لاين بكره في مباريات، يعني زمايلي في الاعداد كانوا بيقولوا لي من شويه ان في بكره مباريات في الدوري المصري منهم مباراة بيراميدز والاهلي، احتمال يكون في تجربه اوف لاين. امبارح كان في تجربه اللي هي الرسميه اللي كانت مباراه سيراميكا تقريبا في استاد القاهره. في استاد القاهره اتلعبت واتلعب فيها فار، وبيقولوا ان التجربه كانت في حضور مندوب الفيفا، وكانت تجربه الفي ار كانت حلوه كويسه جدا ماشيه. طيب يعني بس السماعات اللي انا مندهش منها لغايه دلوقتي، يعني انت كل التقنيه اللي انت عاملها دي ولسه بتستخدم سماعات اللي هي الايربيس بتاعت التليفونات؟ ما هو هنليسها يعني، هنتصرف. دي سهله يعني. هنتصرف. طيب فكره عدد الحكام 54 كانوا شاركوا، 20 بس اللي اجتازوا هذا عشان الاختبار. لسه التجربه جديده فالموضوع يعني هيتطوروا يعني هيتطوروا، و20 حكم عدد مش قليل يعني. عدد يسمح بالتنفيذ ولا انت شايف ان التنفيذ هيبقى صعب؟ هو التنفيذ اصلا في موضوع العربيات يعني فكره لازم يشوفوا حل من بدري عشان موضوع العربيات في الجولات الاخيره. لان اخر 3 جولات أكيد. لازم تلعب التسع جول التسع ماتشات، احنا 18 نادي، التسع ماتشات اتلعبوا في نفس التوقيت. اتمنى انه يلاقوا لها حل. طيب انا اقول لك تصريحات يمكن دكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم يمكن اتناقش مع بيهيفن جامورجن مندوب الفيفا والمسؤول عن تكنولوجيا الفار اثناء اجراءات اختبارات الملعب اللي تمت باستاد القاهره واقيمت فيها مباراه من 3 اشواط، كل شوط 20 دقيقه ما بين سيراميكا وبلديه المحله، وانتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين. مورجان اجاب على استفسار دكتور جمال محمد علي وان الاستعدادات في التكنولوجيا المتمثله في عربيات النقل ووسائل الاتصال مع عربيات البس على اعلى مستوى، والحكام المصريين ممتازين وجاهزون لتطبيق التقنيه في الدور الممتاز. واجرى اختبار الملعب مع تقنيه الفار على استاد السلام امس واليوم على استاد القاهره بحضور جمال الغندور رئيس اللجنه ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكوره. تم توقيع البروتوكول مع شركه اسبانيه لمده 3.5 سنوات بدايه من الدور الثاني. طيب لكن بنسبه كبيره ومعلوماتك ان التقنيه هتتطبق وهتبقى موجوده من الفتره اللي جايه. انا مش عارف والله ازاي لان البروتوكول بيقول 3 شهور. هتتطبق. التجربه المصريه دايما بتبقى تجربه عملاقه بالليسه كده. طيب هل اتحاد الكوره الحالي يدير، هو مفيش اتحاد كوره على فكره، انا مش لجنه التطبيع التي تدير الاتحاد في التوقيت الحالي قائمه على اداره المسابقات بكل ظروفها، قائمه على تعديلات اللائحه بكل ظروفها، قائمه على اداره الحكام بكل ظروفها، ولا ليس هناك استقلاليه؟ لا هم قائمين على هو يعني استقلاليه بمعنى يعني هل عشان الفيفا هو اللي بيرجعوا للفيفا في كل حاجه؟ مثلا بس ده مبدا يعني، ده انما استقلاليه بقى ان هم بيرجعوا لحد تاني، لا هم مستقلين بياخدوا قراراتهم منهم نفسهم عشان نكون واضحين يعني. يعني محدش ما انا سؤال بحط فيه نقطه الحروف عشان الناس تبقى عارفه. يعني خلينا نقول استقلاليه هم مستقلين في قراراتهم كاشخاص بعيدا عن اي حد في المنظومه المحليه. هم مستقلين وبياخدوا قراراتهم، والحقيقه يعني ماشيين يعني انا وجهه نظري انه رغم ان في حاجات كتير قوي عليها قولان زي موضوع القيد واللي حصل في القيد وده اتقيد ليه وده ما اتقيدش ليه، ولكن في المجموع لا ماشيين كويس يعني واعتقد ان محمد فضل ماشي كويس يعني. محمد ماشي كويس لان هو تقريبا هو اللي ماسك كل الملفات يعني. الحقيقه لو يعني انا وجهه نظري ان هو كان لازم هو اللي يبقى رئيس اللجنه، هو اللي ماسك اغلب الملفات المهمه
يعني استاذ عمرو جناني مش منوط مثلا اداره ملفات سواء للمنتخب الاول او الاولمبي او اي حاجه؟ لا ملف ممكن يكون ماسك ملفات اكسل, انما ملفات كوره لا ملوش علاقه. ففضل واضح هو رئيس اللجنه اللي بيجتمع, هو رئيس اللجنه بيجتمع بالناس. ملف السوبر كان مع فضل, ملف الفار مع فضل, لجنه شؤون اللاعبين مع فضل, منتخب المصري مع فضل. هو في حاجه في الاتحاد تاني؟ هل ده بناء على طلب من فضل ولا ده دور اللجنه بتوكله لفضل؟ ما اعرفش بقى هل هم اتفقوا على كده, هو فضل الشاطر اللي فينا, في فضل هو اللي يشيل الملفات كلها, ولا هو فضل مسيطر. ولكن انا قلت لك الاربع ملفات اهو, يعني الاربع ملفات المنتخب المصري كان محمد فضل, اداره الجهاز وحتى الان هو محمد فضل, ملف الفار مسؤول محمد فضل, سوبر بتفاصيله كلها فروم اي تو زد محمد فضل, لجنه شؤون اللاعبين والمسابقات مع محمد فضل. في ايه تاني؟ في حاجه تاني؟ طيب شؤون اللاعبين والامن والمتانه بقى, يعني ممكن مع حد تاني. الامن وسلامه الملاعب. بالظبط كده. طيب ملف المسابقات وشؤون اللاعبين حصل فيها كلام. طبعا. ملف السوبر لحد هذه اللحظه الحمد لله ماشي بشكل كويس, وتوكيل الامر مجلس ابو ظبي ده حاجه رائعه. بالظبط. هنشوف تنظيم متميز جدا. بالظبط. لكن ملف المنتخبات اعتقد هيبقى فيه كلام كتير, لان الفتره الجايه المنتخبات مش عارفين. هو محمد فضل كان شفاف جدا في موضوع المنتخبات, وقال انه اللي حطينا في ان اللي حصل كذا كذا, وحكى الموضوع من الاول للاخر. والراجل يعني ما كذبش, يعني قال احنا انا اتفقت فعلا مع ايهاب جلال, وكابتن ايهاب جلال وافق, وقبل خمس دقائق منه يمضي العقد كلمني تامر النحاس, وتامر النحاس بلغني كابتن ايهاب جلال معتذر, وده هو اللي خلانا جبنا كابتن حسام البدري. الحقيقه وافق في اول ما طلبناه, وافق على كل الاختيارات والشروط. والحقيقه انه هي كان جزء منها اللي هي المؤامات اللي هي عامله المشاكل دلوقتي, اللي هي لسه مستمره لغايه دلوقتي, اللي هي عامله المشاكل الحقيقه. عشان بس يعني اصل الناس كلها طول الوقت يقول لك انتوا بتتكلموا, ما هو جهاز المنتخب فيه مشاكل, يعني في جهاز المنتخب فيه مشاكل. فالمؤامات انه فلان جاب فلان وفلان, والنبي هدى عشان خاطري, والنبي هدى عشان خاطري. فالحقيقه انه اللي اختارهم الكابتن حسام البدري في الجهاز, وكابتن سيد معوض, وكابتن احمد ايوب. بس عشان نكون واضحين يعني مدرب الحراس ومدرب العام الاستاذ عمرو الجنايني, وبركات اللي هو كان عماد متعب كان اختيار محمد فضل. فالحقيقه انه يعني عشان بس الموضوع يكون شفاف. والكابتن حسام البدري قال انا اخترت جهازي بنفسي, وبعدين رجع قال انا حاطط شرط انه لو حد ما عجبنيش همشي. منين انت اخترته؟ منين حطيت شرط؟ لو حد مشي, لو حد ما عجبكش همشي. وده الحقيقه كلام مش وقته, يعني مش وقته. طيب في حاجه تحب تختم بيها كلامك؟ اتمنى القرعه بكره تبقى زي ما انا قلتها. اتمنى ان تكون, انا نفسي نلعب سان داونز, ولكن اتوقع انه هيبقى الاهلي والترجي, الزمالك وسان داونز, النجم والوداد, مازيمبي والرجاء. انت قلت النجم والرجاء الاول. النجم والرجاء. النجم والرجاء. ماشي. النجم والرجاء. أوكي. يعني ماشي. هو يعني في الإطار ده. الفرقتين دول رايحين مع دول. بعض الناس قالت لك ما نسهل الامر على نفسنا, الاهلي لعب الزمالك, والنجم لعب الترجي, والوداد يلعب الرجاء, ونوفر على بعض المشاوير, والاثنين الافارقه يلعبوا بعض, ويطلع فرقه من مصر وفرقه من تونس وفرقه من المغرب وفرقه افريقيه, ويبقى انت عارف انت في اطار الهزار والضحك في السوشيال ميديا على الاحداث الافريقيه الاخيره. بالظبط. ما هي انت عارف لو الاهلي طلع اول والوداد كسب سان داونز في الماتش الاخير, كان ممكن يحصل ده. كان بقى عندك ترجي, اهلي, وداد, مازيمبي, وبقى عندك تحت زمالك, رجاء, نجم سان داونز. بالظبط. فكان ممكن حصل انت بتقول عليه, كان ممكن تحصل. بالظبط كده. والاتحاد الافريقي كان ريحنا, يعني كان ريحنا, هو ما عملش قرعه. ابو حميد شرفتني ونورتني, وسعيد جدا بالحوار معاك, ودايما بيبقى حوار ممتع, ونلتقي بك على خير ان شاء الله. شكرا يا محمد, ومبسوط ان انا موجود معاك, والحقيقه ببقى وفتحنا ملفات مهمه في بدايه الحلقه متعلقه يعني بالاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. ربنا يسهل الدنيا تبقى لطيفه يعني ان شاء الله. يا ان شاء الله. شكرا محمد, وسعيد ان انا موجود. منورنا يا ابو احمد, بصوره دايما على الشاشه. شكرا جزيلا ليك, ودايما بنسعد بوجودك معانا. ربنا يخليك يا محمد. الله يخليك. فقره كانت مهمه جدا في الصحافه والاعلام والكواليس وما خلف الكواليس بالنسبه للفتره الجايه, وحاولنا قدر الامكان نلقي الضوء على ملفات مهمه جدا بالنسبه لمشاهدي قناه الاهلي ومتابعينا في كل مكان, عشان الصوره والمعلومه تكون واضحه للناس, والناس تعرف الكوره بتدار ازاي, سواء في مصر او حتى في الاتحاد الافريقي بالنسبه للمرحله اللي جايه. دلوقتي بالتاكيد هطلع الى فاصل, وبعد الفاصل الكابتن عمرو الحديدي والفقره الفنيه والاستعداد لمباراه بيراميدز والاهلي, وايضا كمان القاء الضوء كناحيه فنيه على قرعه دوري ابطال افريقيا غدا ان شاء الله, اللي هتكون في الساعه 7 مساء في احدى الفنادق القريبه هنا في 6 اكتوبر. فاصل, والكابتن عمرو الحديدي بعد الفاصل.